جيتي عن جد؟ أين؟ لازم تعرف بالأول حياتي مو متحملة أي صدمة. كيف يعني؟ القصة إنه مو ناقصني مصايب جديدة بكفي. أنا مستحيل إني زعلت. رح تشوفي بعينك. جيت لعندك بإرادتي. وعدني ما تتركني. أنا ما رح أتركك أبدا. بس وعديني أنت اللي ما تتركني. توقعت تكون مشغول. شو هذا اللي بإيدك؟ هدول مشان ليلاس. لليلاس؟ مو مبارح قلتي لي إنه اليوم بيكون عيد ميلاد ليلاس وإنه صار عمره 12؟ مشان هيك رحت على السوق وجبت لها شوية زينة. وفي كيك بالسيارة. لميس شبك. يعني سويت شيء؟ طيب شبه عصبتي؟ زعلت لأني عملت هيك؟ طيب يعني بظن أني جيت لك حلا أم تعميتها؟ شكرا كتير. عفوا. بشو بدنا نبلش؟ ما بعرف. ها شو رأيك نعلق هاي هون؟ طيب خليني ساعدك. لا مو محرزة. خلص مثل ما بدك، ما رح اتدخل بشغلك. انتبهي انتبهي شوي شوي. شفتي شو بصير فيكي لما بترفضي مساعدتي؟ بس بعمره ما كان عندي حدا. بس أنا مو أي حدا. صباح الخير. كيفك؟ منيح. وانت كيفك؟ منيحة. كنت رايحة على الشغل اليوم وتركت عصمت عن تولاي بالبيت. ها. بس دقت لي عائشة من شوي وقال ورديتي صارت بكرة. واو شو هالخبر الحلو. ايه مشان هيك جبت لك معي هالهدية. منشاني هالورود؟ طبعا. اول مرة حدا بيشتري لي ورود. شكرا لنس. فوتي يلا. هات خليني حطها هون على الشباك. هذا المكان منيح ضاوي كتير وفي شمس. المهم بس ما تهملها وتنسى تحط لها مي. فيني اعتمد عليك مو هيك؟ وأنا بحبك وبموت فيك.
معي وقت، لازم ارجع البيت. يعني اذا بتعمل لي قهوه ببقى. ايه تكرم عينك، بس حابب اقول شيء. انا مو ملاحظة انك دائما لما بتيجي على البيت بصير يضوي هيك وفجأة كأنه وقع نجم. خلص حاجتك بقى، جيب القهوة شوي وبتجهز، ما رح طول. حلو الوقعة، حلو كتير. تعال أوب. أوه. أوه. سبق وقلت لي إني معجزتك، ما هيك؟ أنت كمان معجزتي بدر. وهلأ شو رح نضل هيك؟ شو لازم أعمل إلي؟ يعني أنت ما كنت تركض وتلعب بالتلج بطفولتك؟ مو كتير كنت ألعب بالتلج، هي أول مرة بحياتي نام على التلج عن جد. آه، أنا وأحمد وحكمت كنا نلعب بالتلج مثل المجانين، ولما التلج الدنيا معناها ما في رجع على البيت المساء، نقضي كل النهار برا. هالشي كان ممنوع عنا، وأمي تلبسنا مثل الرجل الآلي، وين ما نروح نضل بالسيارة، بس كنا نجي لهون ونتزلج احيانا. شو حلوة انت. مفكر حالك رح تقدري تهربي مني؟ حتى لو بدي اهرب ما بقدر. قومي يلا. Her şey seninle güzel yolda yürümek bile olmayacak düşlerin peşinden koşmak bile her şey seninle güzel bu toprak bu taş bile içimdeki bu korku gözümdeki yaş bile beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana her şey seninle güzel duyduğum bu ses bile yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile her şey seninle güzel bu yağmur bu kar bile yüzümdeki gözyaşının izleri onlar bile güzel yolda yürümek bile olmayacak
yaşayacak düşlerim peşinden koşmak bile her şey seninle güzel bu toprak bu taş bile içindeki bu korku gözündeki yaş bile beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa seninle paylaştığım tek bir gün yeter. Tek bir gün yeter bana. Her şey seninle güzel. Duyduğum bu ses bile. تفضلي. يسلم. هذا شكله حينطفي. عم اقول لحالي ليش الدنيا برد. بحس بالراحة أول مرة بحس حالي مبسوطة أنا كمان شعور غريب كتير لأنه هي أول مرة بحس أني محظوظة بحياتي لأول مرة بحس أني بستاهل الفرح انتي اكتر وحده بالكون بتستاهل تكون مبسوطه اللي مريحني اني قادره اكون سعيده معك ومع عيلتي بنفس الوقت وماني مجبوره اختار بينكم اساسا لانه انت صرت واحد من عيلتي بدر لميس بدي اقول لك شيء بدي ترجعي لي الخاتم مشان تتقدمني من جديد أنا مستعدة بدر أنا فكرت منيح وجاهزة لأكون دائما معك جاهزة لأعيش حياتي وساعاتي جنبك جاهزة لأكون واثقة فيك لميس تقبلي تتزوجيني؟ ايه بقبل اذا انت بتقبل بتلمك ميراندا عيدانك كانت شانسا Tek bir gün yeter bana Beklenmedik bir anda Ayrılık gelip çatsa Seninle paylaştım Tek bir gün yeter bana Her
şey seninle güzel duyduğum bu ses bile yalnız içtiğim su değil aldığım nefes bile her şey seninle güzel bu yağmur bu kar bile yüzündeki gözyaşının izleri onlar bile. أنت بتعرف إنه ما فيك تحبسني هون على طول ما هيك؟ لأنه بالآخر رح أرجع. أنا المفروض رجع إخواتي بتحب. وأنا بدي ساعدك كمان. شو ما رح تسأليني شي؟ مو حابة تعرفي شو الخطة تبعي وشلون رح نقدر ناخد إخواتك؟ قولي واسألي شو ما بدك، في عندي أجوبة لكل شي. أنا فيني رتب الأمور، حتى في عندي خطة مضمونة لرجع الأولاد على البيت. إذا حابة منناقشها هلا. إيه؟ مو حابة أعرف شي بنوب. ليش؟ لأنه ما عندي ثقة بكل شي عم تقوله. ما فيني أوثق فيك بدر. هالشي ممكن يكون فيه خطر كبير على إخواتي فهم فيك توثقي فيني وبوعدك ما رح أغلط بشي هالمرة. لا توعد بشي. اسمعي لميس، في محامي بعرفه كتير شاطر، فينا نعتمد عليه بموضوع فسخ عقد الزواج تبعك، وبنفس الوقت هو بيقدر ياخذ لنا حق الوصاية، ونحن بهالوقت بنستأجر بيت، بيت يكون حلو في غرف كتير مشان نعيش نحن وإخواتك سوا بهذا البيت، وبعدين منسجل عصمت بالحضانة، وأحمد السنة الجاي رح يفوت على الجامعة، أما بقية إخواتك منسجلهم مدرسة خاصة مشان يرفعوا مستواهم ويتعلموا لغات كمان. لميس هالشغلات مقدور عليها وما أنا خيال أبداً، صدقيني كل الأمور رح تنحل ببساطة. بدر لو سمحت بدي روح. لميس ليش هيك عم تساوي فينا؟ ليش عم ترفضي أي حل بفيدنا؟ أنا عن جد مغروم فيك وبحبك وكتير لميس. إيه وأنا كمان بحبك، بس هالشي ما رح يفيدنا. أنت هيك عم تصعب الأمور، عم تعقد حياتي بجنانك وأسلوبك. لميس خلص أنا بدي روح. شو نسيتي هوليا؟ هوليا ما؟ على أساس ما في شي بينك وبينها؟ على أساس كل اللي براسي مجرد أوهام وما في حدا بحياتك؟ لميس شو بكي؟ عم تكذب؟ احكي ليش ساكت؟ لك قول شي يا عندك إثبات إنه هوليا كذابة وما في شي بينك وبينها؟ لك خلصني قول. أنت شو دخلك؟ شو دخلك؟ انت مرتي شي؟ ها؟ انت شو بتكوني لي لحتى تحاسبيني؟ انت مرة متزوجة عم تفهمي ولا لا؟ متزوجة جميل، جميل بيكون زوجك. طيب انا فيني اسألك شو عم يعمل جميل طول الليل ببيتكن؟ ولك شو رح يعمل يعني؟ انا ما بسمح لك انك تتهمني بهالطريقة البشعة. ايه جميل جوزي؟ كله منك بسببك انا وافقت على زواجي من جميل. يا مجنون يا غبي، انا بحبك انت وبعمري ما لفت عيني على حدا غيرك. انت اللي نهيت علاقتنا بالمحكمة، انا ما نهيت شي اللي بيناتنا. لولاك انت انا ما كنت قبلت بجميل. معك حق، يلا امشوا قدامي يا اولاد، تفضلوا اعطيني الوردة. تعال هات ايدك. ايه لميس خانو، واخيرا ضلينا لحالنا، شو مشان جميل ما كملنا الموضوع؟ عادي مو عارفاني بهالوضع صعب انك تستمري، مو ظابطه ما هيك؟ يعني لازم تقولي مين بدك، انا او جميل، ما بدي نضل عايشين بهالطريقه. شو انت مفكرني مبسوطه؟ اصلا انا قبلت بكل القصه لاني مجبوره، وكثير عم بيعذبني وجوده بحياتي، مو طايقه حتى اني اشوف وشه. انا والله ما عم بتحمله، رح جن من هالقصه هاي.
لا وهو مصر انه متزوجين وبده يتدخل بحياتي، مصدق حاله انه زوجي عن جد، ومبارح من كل عقله بده يفوت على بيتنا. انا كل شيء عملته كرمال الاولاد، فهمني شو اعمل؟ اتخلى عن اخواتي مثلا ولا شو؟ لا بتتخلي عنهم. وبتصيري مرتي لي. منروح على المحكمة ومنحكي لهم كل شيء، منشرح لهم كل القصة. وهالمرة ما حيكون زواج شكلي، هالمرة بدك تتزوجي الرجال اللي بتحبيه، الرجال اللي بيعشقك وبده يضل واقف جنبك، اللي رح يساعدك ويساعد عيلتك دائما. رح يقبلوا برأيك؟ وليش ما يقبلوا العريس لقطة؟ شاي اعمل لك الك كمان؟ لميس ما بدي شيء، تعالي اقعدي جنبي. ممكن تيجي لجنبي؟ في امور بدنا نحكي فيها. شوفي هيك ما رح يمشي الحال. شو بتقصد؟ بظن كلامي واضح كتير. خلصنا من جميل، اجانا عمر، وبعدين نحن لامتى بدنا نضل على هالحاله؟ كيف يعني؟ ما عم بفهم شو بدك تقول. ممكن تسمعي شو عندي حكي؟ استني لخلص وما تقاطعيني. أنا فهمان وضعك، ماشي؟ مقدر ظروفك وبعرف منيح ليش هيك عم تعملي، ويمكن أنت معك حق. أنا بصراحة مالي قدران أتحمل هالوضع. الحق معك. طبعاً، معي حق. مستعدة أعمل شو ما بدك. كيف يعني؟ يعني نترك بعض. شو هالحكي هاد؟ شو نترك بعض؟ شبك بدر لكان؟ شو بتقصد؟ هيك قصدي. ليش؟ مين قال انه لازم نترك بعض؟ سمعتيني جبت سيرة هيك قصة على لساني؟ عم تقول ما عاد تقدر تتحمل وما بعرف شو. ما عاد تتحمل ايه؟ بس بتعرفي شو هو المطلوب؟ بدي تتركي هاد اللي اسمه جميل ونتزوج فورا، مو نترك. لك انا ما فيني اعيش بدونك، بدي اياك تكوني زوجتي، فهماني علي؟ ما عم بتحمل بعدك عني. وانت التانية هذا الشيء ما عم تستوعبي؟ بحاكيك من الشرق بتجاوبي؟ لا تحلم بهالشي بحياتك. شو؟ نترك بعض. انت شو عم تعملي هون بالله؟ افتحي الباب واطلعي فورا بلا لعب الاولاد هلا. انا لو هدفي اني العب ما بجتمع بحدا مثلك بهالمكان وبقفل الباب. اها هلا فهمت. وغوريلاتك وينه؟ احتجتهم بس قبل ما تقرب من اختي. هدول حاليا ما بقى ينفعوني. من اليوم ورايح انت شغلك صار معي، وراح تخرمشيني عوض ما تضربيني. ايه كويس، ايه بسيطة، عملي شو ما بدك. افتحي الباب لانه انا مستعجل. يا فهيم اسمع هالنصيحة الصغيرة، اياك تستخف ببنت ما اخذت اللي بدها اياه منك.
ليش انت شو يلي كان بدك اياه وما وصلتي له لهلا؟ بدي الطاعة وبدي احترام، مو شغلات خطيرة. هلا فهمت، انت بدك انه خاف منك ووطي راسي. بس على فكرة في شي ما بتعرفيه، انا حبيبتي السابقة كانت بنت قوية كتير وبتخوف، وكل هالحركات هي ما بتنفع معي. بس الفرق اني مستحيل صير حبيبة حدا مثلك. لك عطيني هالمفاتيح هلا بلا مسخرة، هاتيهم عندي شغل، ماني فاضي لك بلا مسخرة. هلا؟ ايه طبعا هلا، شو يعني جنيتي؟ مالي خلق على اللعب معك، هاتيهم لشوف. لك شو عم بتساوي انتو شلة مجانين شي؟ شبكون؟ لحظة، اعتداءك علي يتوثق بالصور. كيف؟ اعتداء مين؟ لا تمزحي. انا رح اوضح لك، نهاية الدوام ولما ما كان في حدا بالجامعة انت جريتني بالقوة على هي الغرفة وقفلت علي الباب، بس من حسن حظي رفيقتي انتبهت للموضوع ولحقتنا، ولما سمعتني عم صرخ انقذتني فورا منك. وطبعا صورتك بالجرم المشهود وانت عم تتحرش فيني. حاجتك شو هالحكي الفاضي هاد؟ اساسا ما حدا رح يصدق هدول السخافات. والله جد، بالعكس هاد هو اللي صار بالواقع. شفت كيف؟ انت اللي تحرشت فيني. اذا مرة تانية شفتك مع اختي وعم تحاكيها توصل الصورة لعند العميد وبشتكي بتهمة التحرش، مو بس بتنطرد من هالشغل، وقت حياتك كلها بتتحول لجحيم. عم تفهم؟ روحي. بالمناسبة أنا أخطر وأقوى بنت ممكن تشوفها بحياتك، ولهيك إياك تحاول تلعب معي. شو منعك تكتب اسمك على الحل؟ عن شو عم تحكي؟ لا تعمل لي حالك متفاجئ، أنا شفتك وأنت عم تعلق الجواب، أنت شاطر المجهول. شو هالتخبيص والحكي اللي بلا طعمة؟ شو فهمني بالرياضيات وبالأرقام؟ الورقة كانت على الأرض وأنا علقتها. لا والله أنت كذاب، عيونك كانوا عم يلمعوا وانت عم تعلق الورقة. ليش عم تخبي؟ يعني ليش ما بدك يعرفوك؟ بدي جواب منطقي ومقنع، وإلا رح أعمل شي ما رح يعجبك بالمرة. وشو خصك؟ شو دخلك؟ من أمتى بتحبي هالشغلات؟ مين حلو وليش حلو؟ شو بدك بهالموضوع؟ والله صرتي بتحبي الرياضيات هلا. ولا بعمري رح حب هيك مصايب، بس وقت مستخدم يحل مسألة معقدة رح يصير عندي فضول، وما رح أتحرك من هون لحتى أفهم بالضبط وأسمع منك الجواب. مو أنا صاحب الحل، ولا تألفي هيك كذبة لأنه ما حدا رح يصدق. كيف؟ حلو مكاني السري؟ والله بياخد العقل، ما كنت بعرف انه في بالجامعة محلات حلوة هيك. ايه هي فقدت الشغل تبعي، بعرف كل المحلات. هدول مشاني انا؟ ايه طبعا مشانك.
يلا لشوف تعي. بتعرف شو الشيء الوحيد فيك اللي بحبه؟ بالله جد؟ قلي لي شو هو؟ يعني ما حبيتي فيني إلا شغلة واحدة بس معقول؟ يلي بحبه فيك إنك شخص مبسوط بشغلك. كأنه كلامي زعجك ما هيك؟ ومين قالك إني مبسوط بشغلي؟ ما بعرف، ما بحسك خجلان منه، لأنك واثق بحالك وبتتعامل بأريحية، وهالشغلة حلوة كتير برأيي. يعني أحياناً بحسك شخص تاني بس عم تشتغل هذا الشغل لتسلاي. هاي أوهامك بس، أنت عم تتأملي إني كون أكتر من مجرد مستخدم. بس شو ساوي، هاد وضعي، أنا مو أميرك ولا الضفدع يلي بيتحول بقصة الأميرة، ولهيك لا تتخيل شي ما بيشبهني. أحمد، بحبه للضفدع. ومين يلي قالك اني بكون اميرة؟ يلا تعي لناكل. انت شو عم تعملي هون؟ انت يلي شو عم تعمل هون؟ انا مرتي معزومه وبتعرفي انها هون لانها نائبه. جاوبي على السؤال. انت اجدب شي بدر؟ يعني لو انا بعرف انك بالسهره برايك ممكن تجي حاجتك لف ودوران. اساسا هذا الزلمه محامي، يعني معزوم وعرفتي منه، فلا تكذبي علي. يلا روحي معه وانبسطوا بمكان تاني. الله معك، خططوا لعرسكن ولا شو ما بدكن. عرس شو هاد؟ لك انت رح تخليني اكرهه للزلمه من وراك؟ عرس شو هذا؟ فهمني، ما في هيك شي. سليم مجرد صديق مو أكتر، فهمان؟ عملتني بدي أتزوجه وفي عندي حما ومدري شو، بس صدقني حركاتك كلها واضحة، عم تستفزني لتوصل لشي ببالك. لميس أنت شو عم تحكي؟ والرجال يلي شفته عندك واللي بستي إيده كمان مو حماك يعني؟ عن جد إنك غبي. هذا عم يعطينا شغل للورشة واسمه منصور، هو عم يشغلنا ويشغل سليم كمان. وما في شي بينك وبين سليم؟ يا الله، رح تجبرني عيد الكلام. سليم المحامي تبعي ماشي، وانا بحترمه كتير لانه انسان منيح وساعد كل اللي بالورشه مو بس انا، واخذ حقوق كتير نسوان مظلومه كمان، فهمت؟ بس انت ما رح تفهم هالحكي ولا تستوعبه لانك اناني وما بتعرف شو يعني انسانيه اصلا.
ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Ne görmemiştim seni hiç bilmiyorken eşsiz ismini. Reddettim zalim dünyanın cismini. İstifa ettim. Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Yango 25 trilyon devretti. Bu adi düzen üzerime devrildi. Geleceği hainler mi resmetti? Ben korkup kaçmadım, sen göstersene kendini. Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Cennetin sahibi karnı burnunda hamile. Ama yer vermiyor otobüsteki hergele. Hayat üç perdelik tatsız bir kabare. Biz seninle çocuk kalalım mı habire? Ben her zaman sana aşıktım. Ben her zaman sana aşıktım. Ben sizi birine benzettim. Ben sizi kendinize benzettim. Ben bu işi bir işe benzettim ama adını koymadan istifa ettim. Ben her zaman sana aşıktım. 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 هيك قرار ما فيك تاخديه دغري. انا اللي ربحت اساسا. ما بتنبق لك الخساره. مظبوط.
إلي. أنا وين هلا؟ بأوضتي طبعا. أنا هلا بأوضتك؟ ولك أنا شو عم ساوي بأوضتك لهلا؟ كان بيودي أقول لك شراب قهوة معي بس أبي بعد شوي بيفيق. كمان أبوكي بالبيت. أحمد أحسن لك وطي صوتك. أوضة هيلين جنب أوضتي. وهيلين لا ترفع صوتك مشان ما تضطر تشرح لشي. مو الحق عليكي، هات الكنزة لهون. ولك آخ منك بس، أنت شكلك حابة تفضحيني. هيلين. نعم هيلين. شو في شبه؟ ليش واقفة ورا الباب؟ افتحي لي. أنا مشغولة حبيبتي، قولي شو الموضوع. طالعة أعمل سبور، ما رح تجي معي؟ افتحي الباب، شو بدك احكي معي؟ شو عم تساوي؟ احكي شو عم تعملي عندك؟ في عندي حدا. أنت شو عم تخبصي من الصبح؟ أنا بدي روح على الرياضة، ما بدك تجي بكيفي. بسيطة، صرتي تلعبي بعصابي هلا؟ لأنه هون المتعة أصلاً. يلا بابا صحي. هلا هلا استنى شوي ليغسل بس. شكلك لسه متضايق. ايه طبعاً متضايق. أول فترة رح تكون صعبة شوي وبعدين بتتعود. إيه يعني أنتي خبيرة بهالأمور وبتعرفي شو بيصير بعدين. مزبوط، صار عندي خبرة منيحة وبدك كتير لتوصل لمستواي. إيه قوية. مزبوط، بس أوقات كتيرة بتكوني متهورة. لأني ما بحب ضيع وقتي. كيف؟ أنت ليش بارد وممل؟ وأنت ليش على طول بتتهربي من السؤال؟ لأنه الأسئلة اللي بتسألهم ما بحب جاوب عليهم. في شي كتير مهم. قولي. كأنه المعكرونة انحرقت. لا ولك شو هالحظ هادي. لحظة. يا حرام يا أحمد. هلأ شوي خلص حاجة تضيع وقتك. احترقوا المعكرونات ومشي حالهم. رح أطلب لك شي. ما في عندي وقت لتطلب. شو عم تعملي؟ الشي اللي ما قدرت تعمله. ايه رح موت من الجوع. بلاش نانك، هي ما بتتاكل. ليش؟ مو شايفتيها كيف محروقة؟ انا ما بدي. افتح لي تمك لشوف. لا لا شكرا ما بدي. بس لأ ليش هيك انت دائما بتعاندني؟ يلا كول. ما بدي اردوقة. يلا يلا احمد كول يلا. بس وقف قلبي. يلا لقمة تانية كرمال. خلاص ما بدي. يلا بترجاك كول. لا خلاص بقى، شكلك اليوم فايقة ورايقة. قديشك مشاغبة؟ تعال هيلين. بعرفك هاد أخي حكمت. مرحبا. أهلي كيفك؟ أنا طالعة. وين السيارة؟ تحت. بس لا عد تسوقي بلا رخصة إلين. ماشي.
لكن أنا رح أجيب لك إياه. لميس لا تروحي. أنا ما بقدر بلاكي. وأنا كمان بموت من دونك. مو قدران، اشتقت لك كثير. بدر، أنت اليوم عندك عائلة، لا تنسى. وقفي وقفي شوي، ليكي. أنا وعدتها لنهال، تمام؟ أنا وعدتها إذا هي طلعتك من السجن راح أتزوجها. إيه، كان سامح مريض وقتها لهيك اضطريت ضل جنبه. بس هلأ ما عاد في مبرر. أنت طلعتي وسامح بخير. بدر، أنت تزوجت مشاني؟ إيه، إيه. ما بعرف كيف، بس لقيت طريقة لحتى طلعت من هديك الورطة. بس هلأ ما عاد في شي. لميس، شو لميس؟ فهمتيني؟ خليكي معي، تمام؟ خلينا نحارب كل الناس. معك حق أحمد، أنا فعلاً ما بعرف غير الخناق وكثرة الكلام. وأنت قلبك محروق وبدك تعيشني اللي عشته، بعرف. ما أنت عايشتي يا إلين، ومع هيك ما بدك تعترفي لي بالحقيقة. وعدني إنك ما بقى تلعب معي. لهلأ ما عرفت إنه هالشي ما بيجيب نتيجة. في واحد رح يفوز، ما بيفوزوا اثنين بلعبة واحدة. إذا طولت اللعبة كتير الاثنين بيخسروا. إلين. أي نعم. أنت بتحبيني؟ لا، we'll be right back.
إلين شو عم تعملي هون؟ بتعرفي إنه أنا اشتقت لك كثير. بعمري ما اشتقت لحدا مثل ما اشتقت لك هلا. بعرف. ما عاد تتركي. مجبورة. إلين خليكي. بترجاكي ضلي. ويلي بدك يا بيصير منحارب سوا للنهاية، حتى لو خسرنا ما بيهم، بس لو سمحتي لا تتركي. الطريقة الوحيدة لحتى نكون سوا من دون ما اكسر قلب هيلين. بعدين لو ما بعتتك هيلين بنفسها واجيت لهون على البيت كان مستحيل نكون مع بعض، فهمت؟ وانت لو ما خفت انك تخسرني ما كنت رح تتراجع عن قرارك. شو فيني اعمل؟ تصرفي مثل البشر هيلين. كل تصرفاتك هي لازم تفوتي بلعبة وتكوني الربحانة، ولو ما كنت الربحانة بهي اللعبة فما في شيء مهم ابدا بالنسبة لك. لحظة بس، ما كنت عم تقول هيك من شوي؟ قلت هيك لأنه كنت مفكرك عن جد رح تموتي. آه عن جد؟ يعني لازم لحتى تعترف بحبك لإلي موت بالأول؟ هيك عم تقول؟ خلاص حاش حكي فاضي. أحمد، أحمد، كان لازم أعملها لأسمع منك هيك حكي؟ أنت الشاب الوحيد يلي عشقته، أنا بنت بتحب اللعب، أنا من هاد النوع، وانغرمت بشاب مثلك. انت وقت بتكون معي رغم ذكائك الكبير هاد ما فيك تفهم امتى بلشت اللعبة وامتى انتهي، بس فيك تحس. ألو هيلين. اف ليش عم تصرخي من الصبح؟ شوفي خود احكي خود. شوفي هلا. ألو هيلين شو صاير؟ ليش ساعدش هلا؟ ماشي ماشي يلا جاي فورا. شو القصة من الصبح فايقين عم تصرخوا انت وياها؟ انت عساس تعيري للمنبه، كيف نسيتي؟ عن جد احمد انت يلي كنت معيره. اللي شوفي في امتحان عندي هلا وتاخرت على الامتحان. تمام اهدى شوي. الدكتور علي هلا اكيد رح يقلعني هالمره، والله اتبهدلت. اخ منك يا إلين. بشوفك بالجامعه طبعا اذا ضل عندي شغل وما قلعوني. مع السلامه. الله معك. عم قلك وجعتني أحمد. أنت عم تحاولي تجنيني يعني؟ آه؟ إذا هاد يلي بدك إياه، برافو نجحتي بهي الشغلة، بس لا تخليني أعمل أكتر من هيك لأنه ما رح يكون شي منيح. عن جد؟ على فكرة أنا مو تمثال بتشتريه وبترميه على جنب، عم تفهم؟ وماني شخص فيك تسحبه لأنه مانك قدران تحل سؤال. ها هذا جوابك لتصرفاتك؟
انت عم تحاولي تقطعي الحبل يلي بيناتنا. ليش انت مفكر حالك انه ربطتني يا حلو؟ انت ما معك حبل لهيك دور على غير تشبيه. عن جد؟ خلصنا احمد بعد عني، عندي شغل. ايلين توثق كتير. طيب ما رح أوثق. يلا عندي شغل لازم روح. حكيم أخبر غبي تافه. نبي شو هاد لميس؟ غرتي علي يعني؟ ليش حتى غار عليك بقى؟ أنا متضايقة من قلة احترامك وتربيتك. قلة تربيتي مو؟ ايه؟ كل تصرفاتك معي شو؟ بتردي على كل كلمة بقولها، أنا عديم التربية ما هيك؟ إيه؟ أنت اللي ورطتنا بالست نهال، وأنت اللي عامل حالك ميت. وأنا اللي أعطيت الخمسة مليون لأبوكي، أنا مو هيك؟ مين ورطنا بهداك الأصلع يلي عم يتفتل بالحارة مشان يضربني؟ أنت مو؟ أنا مليت من حكمك ومواعظك، عن جد انتفخ قلبي، ومليت كمان. انتفخ قلبك ومليت؟ إيه خلص خلينا لك منفصل وننهي هالقصة، إذا مليت امشي. وبهالسهولة كمان؟ ايه. خلينا ننهي الموضوع يا. لكان واللي بده يصير يصير. ايه. اساسا انا ميت ما رح انشغل بقصصك، وعن جد انا رايح. يلا تمام. باي روح من هون وما بقى بدي اشوف وشك مره ثانيه، واوعك تعمل هالحركات قدامي. اذا بتعمل هيك مره ثانيه وحياتك لا تحكي ولا كلمه. لكيل عن حظي. شو يعني مثل الأولاد؟ حلوة كتير. بعرف. وأنت مغرور كتير وعنيد وثقيل شوي. ايه بعرف. وهلا افتح يا احمد لنشوف. بس بصراحة إلين انا ما اشتريت لك ولا شيء. بلا اشتريت. شو اشتري؟ افتحه وشوفه. طيب وهلا يتيعي. احيانا بحس انك بتستخف فيني كثير احمد. هي احلى هديه منك الي بعيد الحب. كيف؟ نظرتك هي اللي بالصورة. طلع فيني نفس النظرة يلي بالصورة ممكن؟ بعدك. اتفقنا. ايه إلين عم اسمعك، شو بدك تحكي؟ لا بقى تتركني مرة تانية. أنا اللي تركتك؟ شو أنتي مجنونة يا؟ كلامك كان معناه مثل إنه خلينا نترك. وأنا قلت إيه، شو بدي أقول يعني؟ وأنا بنت بين قال لي إيه فوراً أحمد بدل ما تركض وراي؟ أركض وراكي؟ شو لازم أعمل؟ لإمتى وقديش لازم ضل أركض وراكي؟ لحتى أنا مل. افتحوا الباب. إلين أنا مستحيل أنسى وقفتك بوش رجال المافيا لتنقذيني.
خليكي هيك دائما. يعني معقول شو اجدى؟ فهمت. ضل بخير لك. صعب الأمور علينا نحن الاثنين. ايه مزبوط كلامك، عم صعبها. ما منقدر نكون سوا بد أكثر من مرة. وإذا يوم اتفقنا نتخانق بالتاني على طول؟ لو ما كنا مجربين كان فينا بس يعني. بس نحن جربنا. ايه جربنا وما اتفقنا. معك حق. الظاهر مستحيل نتفق. أنا وبيلين ما في شي بيناتنا أبدا، هي صديقة ومو أكثر. يعني ما في علاقة، نحن مالنا حبيبين. بيلين، يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.